السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان. بهذا المقطع الفيديو رح نتعلم كيفية التسجيل بموقع يونس أمرا لتعلم اللغة التركية مجانا. يعني أنتم هلا حاليا فيكم تتعلموا اللغة التركية مجانا، طبعا اللغة التركية بجميع أقسامها، الكتابة، القراءة، اللفظ والاستماع، يعني بأقسامها كلها رح تتعلموها من خلال هذا الموقع. طبعا الموقع متوفر باللغة العربية والإنجليزية والتركية لسهولة التعامل مع الموقع. هلأ أول شيء رح نضغط هون حتى نعمل نحن حساب، نعطي يعني كايت ولشتر. هلأ رح نحط هون بأول حقل اسمنا، كنيتنا، بعدين إيميلنا، بعدين كلمة سر من عنا، بعدين بنكرر كلمة السر مرة ثانية، بعدين بنختار لغة الموقع أو أي شيء بدنا إياه، بعدين نعطيه هون صح، بعدين نعطي إرسال. رجاء قم بخيار دولة ومدينة الإقامة، تمام بنختارها بعدها. هلا بندخل على الايميل، تمام ما وصلنا رسالة ابدا من الموقع، ما في اي اشكالية. نعطي ملفنا الشخصي، بنعبي المعلومات اللي نحن حابين نعبيها، تمام بعدين بنعطي تحديث. طبعا مثل ما انكم شايفين الموقع ظاهر امامكم باللغة العربية، هون بامكانكم تحميل صورة شخصية. المستويات ابير اي كي بيبير بي كي جبير، طبعا هون بيكون عندكم ملاحظات او اي شيء بتصدر من خلال الموقع. هلا بنروح للصفحه الرئيسيه. هلا دخلنا الصفحه الرئيسيه، بنعطي هون دخلنا. هلا هاي الصفحه الرئيسيه بالموقع، ماشي. احنا وين؟ باول مستوى، هون دروسنا، هون الكلمات اللي نحن بنحفظها. احنا هون اذا بدنا نضيف كلمه لقاموس، يعني انا بامكاني ضمن الموقع اعمل قاموس. وطبعا انا هذا الاسم اللي كتبته المستوى وانا مستواي فيه. طبعا هذول منافسينا، هون بيكتبنا منافسينا الطلاب الثانيين، تمام. وفي عده امور بتشوفوها من خلال الموقع، اضافه صديق، دعوه صديق الى اخره. هلا رح نحكي عن الدروس مثلا. هلا نحن بهذا المستوى اول شيء ندخل على اول درس. اول درس رح يظهر امامي بهذا الشكل، تمام. كلمه لر، الف الف، هدول الاحرف اللغه التركيه. نعطي من هون السهم. طبعا باي مكان باي درس راح ناخده في عنا الاستماع، تمام، والكتابه والى اخره، هي الاقسام اللي راح ناخذها. هلا هذا الدرس دينلما، تمام. هذا اول حرف باللغه التركيه، بنضغط هون حتى نسمعه. كلاتنا عم نسمع الحرف. نعطي هون التالي ب ب. هذا بالنسبة لهذا أول درس، بنكفي ل 29 حرف. نطلع على القسم الثاني، تمام، بدرسنا اللي هو مشاهدة فيديو، تمام. طبعا هذا الفيديو بيحكي عن الأحرف. نفترض نحن شفنا هذا الفيديو، بنعطي إلى التالي، إنه القسم التالي بهذا الدروس. طبعا كل درس فيه بشكل نوع من الدروس. طبعا الموقع فيه كتير معلومات، يعني أنا ما في أشرح كل شيء كل شيء، ولكن الموقع كتير سهل وكتير بسيط، بإمكانه بإمكانكم تتعلموا اللغة. طبعا هي آخر شيء بيحكي على علاماتكم وكذا بالدرس الأول، تمام. هي هون عملنا إنه بيحكي الحرف، تمام، ونحن بنختاره من أي قائمة مكتوبة. مثلا خطة نتخطى شايفين ل 29 عندنا مثلا. هون راح اخذ هذا القسم. هلا هون، تمام، بدنا نشغل هون بيحكي كلمه، بنرجع نحن راح نضغط هون ونسجلها. هاي الديلما، الاستماع بعدين الكلام والكونشما، تمام. هلا هون الكتابه، هذا قسم اليازمة، بنسمع الكلمه اللي اعطونا اياها ونكتبها هون، تمام. هاي الاستماع، هاي هون الفيديوهات، هي هون الترجمة، هون الديل بالجسيل، هون القواعد، بيعطينا قاعدة، تمام، في الدرس. يعني بكل درس عنا عدة أشياء بنشوفها من هون وبنتبعها من تحت خطوة خطوة. فلهيك أنا شرحت فقط الدرس الأول. طبعا اللي شايف حاله مستوى متقدم باللغة فبإمكانه ينط على المستوى اللي بعده، مثلا ما بده يبدأ من آبير، تمام، بيبدأ بحسن من اي كي او بيبير او بي كي او جبير. هو صاير مثل تقوية للطلاب، تمام، واللي حابب يدرس اللغة التركية خارج تركيا بإمكانه يستفيد جدا من هذا الموقع. انا بعتذر كثير على الإطالة، تمام. بإمكانكم تشوفوا الموقع وتتفقدوا، وكان معكم علمنا.